طيب الرئيس واضح انه كان عايز يتكلم في موضوع الاشتراك اللي هيدفعه الناس، احنا هنكلم وزيرة الصحة الآن وهي اللي هتشرح لنا هذا الأمر، ماذا كان يقصد الرئيس؟ إيه هو موضوع الاشتراك؟ إيه هي النسبة اللي هتدفع؟ الدولة بتدفع كام؟ أرجو أن حضراتكم تركزوا في هذا الأمر لأنه أمر هام جدا. معانا الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك. دكتورة هالة، كان الرئيس طلب الإعلام أن احنا نشرح للناس هذه المسألة، ممكن نشرح للناس موضوع الاشتراك والدولة بتدفع كام والمواطن بيدفع كام؟ خليني أقول لحضرتك إن الاشتراكات دي بتتقسم، الأول بنقسم المواطنين لنوعين، نوع قادر ونوع غير قادر، وصدر قرار سيد رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة، وتم تشكيل لجنة، التشكيل لجنة اللي حطت معايير استهداف غير القادرين، عرفت مين الغير قادر. طيب الغير قادر زي ما قال سيادة الرئيس في الكلمة بتاعته، الدولة هتكفله، تدفع له الاشتراكات والمساهمات ليه ولأسرته. القادر هيدفع جزء من دخله حسب دخله، يعني اللي دخله 3000 غير اللي دخله 50000. الإجمالي ما يمكن بالقانون الحد الأقصى للأسرة في الدخل 7%، متقسم كالتالي: 1% رب الأسرة، 3% الزوجة، 1% على كل من يعود، بحد أقصى 7% من إجمالي دخله، مش من إيه، مش من الأساسي بتاع مرتب. يعني يا فندم اللي بياخد 1000 جنيه مثلا في الشهر هيدفع كام؟ 7% منهم، صح؟ ما فيش حد بياخد 1000 جنيه دلوقتي. لا مثلا يا فندم، أنا بحاول من الأجور 2000. أنا فندم أنا بحاول أقول رقم. أيوة، لو 1000 يبقى 7%. أيوة بالظبط، ده الحد الأقصى. والأسرتك، ده انا ببسط المساله بس. وبعدين ده نظام تكافلي، يعني احنا اشرنا الموضوع ده كذا مره في العرض على في التدشين، ان ده نظام تكافلي، يعني الغير قادر الدوله بتكفله، اللي مرتبه بسيط بيدفع 7% من المرتب، ده رقم مش كبير، مرتبه كبير او دخله، مش عايزه اقول مرتب لكن ممكن يكون صاحب اعمال حره، يعني دخله كبير بيدفع 7%، فيبقى رقم كبير. في الاخر احنا كلنا بنتشارك في يوم من الايام، ومش كل الناس بتعيا في يوم واحد، ده يعني دي فلسفه التامين مفهومه يعني، وده العالم كله المتحضر، العالم اللي نجح، العالم اللي عنده زي ما كده قال رئيس منظمه الصحه العالميه، ان ده بيؤدي الى استقرار في المستقبل وبيؤدي لرفاهيه للشعوب. التامين الصحي ده اداه بتعمل رفاهيه فعلا للشعوب واستقرار للشعوب، لان كل اطمئنان يا فندم، اطمئنان خلاص طبعاً. الراجل بيدفع 7% من دخله واسرته كلها في اي وقت لا قدر الله في اي حاجه بيتعالج. الحاجه الثانيه كمان في النظام ده يا استاذ عمرو، ان النظام ده مش مشخص مين الغير قادر ومين القادر. ما ينفعش ان انا اخش مستشفى او وحده صحيه اقول انا لو سمحت انا غير قادره، لا، هو السيستم انت بتدخل الكارت، بتدي الكارت بتاعك، بيدخل البيانات، السيستم بيقول ده له تأمين، بديله الخدمة، المستشفى ملهاش علاقة بان انت دفعت ولا ما دفعتش، ده هيئة التأمين الصحي الشامل المسؤولة عن تجميع الاشتراكات وتحصيلها ودفع المطالبات للمستشفيات والوحدات الصحية، وبالتالي انا كرامتي كغير قادر محفوظة، أنا مش داخل مميز حد قادر وحد غير قادر، وده جمال السيستم، إن أنت مش ما فيش حاجة اسمها أنت قادر ولا غير قادر في تقديم الخدمة. في التجربة اللي احنا عاملينها في بورسعيد دلوقتي، كان الرئيس بيتكلم على إنه في 300,000 وفي 600,000، كان الرئيس بيقصد إيه بهذا الكلام؟ احنا معدل الغير قادرين في مصر حوالي 30%. أيوه، فمتوسط الأسر أو عدد الأفراد اللي موجود في معايير غير القادرين هيبقى في حدود 300,000. أيوه، من 900,000 أو المليون مواطن اللي في بورسعيد. أيوه، فالدولة بتكفل، هي اللي بتسدد ليه ولأسرته فيعني والمساهمات، يعني كمان إيه، ما أنت في الدواء هتدفع 10% وعلى كل فحوصاتك
سواء كان أشعة أو تحليل هتدفع 10%. طب أنا غير قادر، مش هتدفع حاجة، الدولة اللي هتدفع لك. هتدفع لمين؟ اللي بيقدم الخدمة، سواء كان اللي بيقدم الخدمة ده مستشفى حكومي أو غير حكومي، هيدفع لها 10% المساهمات بتاعت غير القادر. الغير القادر اللي هيدفع اشتراكات ولا مساهمات. وهذا النظام بيطبق الآن في بورسعيد، يعني الناس النظام ده بيطبق في بورسعيد. بدأت هيئة التأمين الصحي الشامل تستقطع من الدخل بتاع المواطنين، بدأت تستقطع منه. بدأت تسجل بقى الأسرة على شكلها الحقيقي، الأب والأم. ما احنا سجلنا حوالي 164 ألف أسرة، دلوقتي عندنا تسجيل لحوالي 540 ألف مواطن بواقع 164 ألف أسرة. دكتورة هالة، دلوقتي الناس اللي عندها تأمين صحي ديت، أنا عارف طبعا حصل نوع من أنواع التطوير لمستشفيات وفتح مستشفيات جديدة بورسعيد وأول آخر، فالناس اللي عندها التأمين الصحي دي في مصر، عندنا محافظة يذهب المواطن عادي جدا إلى المستشفى ولا يدفع شيء ويتعالج وياخد دواء ويمشي، بقى عندنا كده. أقول لك على حاجة جميلة كمان، بقى عندنا بعض المستشفيات في محافظات مش في بورسعيد متسجلة من هيئة الرقابة والاعتماد. يعني إيه متسجلة؟ يعني ممكن المريض بتاع بورسعيد ياخد خدمة في القاهرة في مستشفى متسجلة من هيئة الرقابة والاعتماد. ده حصل. يعني أنا يعني المستشفيات مش لازم اللي في بورسعيد تتعاقد مع منظومة التأمين. يعني ممكن أنا حصل لي حاجة أروح وأنا من بورسعيد وحصل لي حاجة في القاهرة، لو المستشفى دي متسجلة في هيئة الرقابة والاعتماد وعاملة عقد مع التأمين الصحي الشامل، يصح إن أنا ممكن أروح أخد فيها خدمة. يعني بالتدريج كمان بنفتح وبندخل خدمات من مستشفيات كتير في مصر لصالح المحافظات اللي فيها تأمين صحي. طب عشان نشرح للناس برضو، هي الدولة بتدفع كام؟ يعني الدولة المواطن عندها لما بتدعمه بتدفع كام من جيبها؟ بص، التكلفة بالدراسة الاكتوارية للتأمين الصحي قالت إن تكلفة الفرد 2100 جنيه سنوياً. أيوة. لهذا النظام في بورسعيد. طبعاً الرقم ده مع التضخم السنوي بيتصاعد. أيوة. حيوصل ل 6000 جنيه سنة 2032. أيوة. كانت الدولة بتكفل المواطن قبل النظام ده كان ب 180 جنيه في السنة. ده اللي أشار إليه سيادة الرئيس، إن إحنا بننقل الخدمة من تكلفة مقدرة أفريج أو متوسط للمواطن 180 جنيه في السنة ل 2100 جنيه. ال 2100 جنيه بالدراسة يعني كان حصة معلش يا فندم أنا آسف بقاطع كتير، بس أنا حابب الناس تفهم الحكاية دي، كانت حصة المواطن من العلاج 180 جنيه مع التأمين الصحي اللي تم تطبيقه في بورسعيد راحت ل 2100 جنيه في السنة. في السنة. وسنويا هتتصاعد لغايه ما الدراسات الاكتواريه بتقول انها هتوصل ل 6000 جنيه في السنه سنه 2032. وفي واقع الامر ان الدوله قالت له ادفع ال 180 عنك انت والاسره واحنا هندفع ال 2000. لا، ال 180 ده في النظام الحالي. انا فاهم يا فندم، اقصد انه يعني المواطن من ال 2100 دول بيدفع رقم زهيد اللي هو كانت الدولة بتدفعه له زمان، فبيدفع رقم قليل جدا دلوقتي، زاد لغاية 2100. مش شرط دلوقتي، النهاردة في بورسعيد مش شرط انك تدفع. انت ممكن تدفع اقل، ممكن تدفع شهريا 200 جنيه وممكن تدفع شهريا 2000 جنيه حسب دخلك. ايوه فندم، حسب دخلك. ما هو ده بقى النظام التكافلي حسب دخلك، اللي هو الاغنياء يشيلوا مع الناس الغير قادرة. طبعا طبعا طبعا. فاحنا لما حطينا ال 2100 دي مش على ان كل واحد هيدفع 2100، لو يعني دفع 2100 خلاص النظام اتغطى، لا، احنا حاطين القادر هيدفع قد ايه والغير قادر متوقعين الدوله هتدفع له قد ايه، فالنظام ده يشيل ده. لكن هي التكلفه طبعا اكتر من 2100، لكن بالدراسات الاكتواريه بنقول لو المواطن تردد بنسبه 3 مرات زيارات سنويا، وإن الخدمة تقدمت بالطريقة دي، وإن تكلفة الصيانة والنظافة والأدوية والأجور وكل ده قد كده، فهي حوالي 2100. طبعا مش كل الناس بتاعي مرة واحدة بالظبط، ما هو دي فكرة التأمين،
زي كل انواع التامين الاخرى، مش كل العربيات بتتكسر في وقت واحد، مش كل الناس بتعيا في وقت واحد، هي فكره انه يعني التكافل في العمليه التامينيه. تمام. انا بس عايزاك يا استاذ عمرو تتخيل ان بلدك بقى فيها محافظه متقفله متقفله ومتميكنه وخدمات صحيه رعايه اساسيه مستوى تاني مستوى تالت، اعلى مستويات الجراحه التداخليه والاورام في المستوى الثالث، قطاع عام وخاص، والمنشات معتمده او متسجله في هيئه الرقابه والاعتماد، والناس عندها طبيب اسره عارفاه من النهارده وبتاخد. ده قريب من النظام الانجليزي يعني، تقريبا هو ده النظام. احنا خدنا النظام الانجليزي الـ NHS واحنا عملنا هو ده يعني. عملنا بقى الحاجة أو تجنبنا الحاجات اللي وقع فيها النظام الإنجليزي. طب النظام ده يا فندم، معلش عشان الناس تفهم برضو، هو إجباري ولا اختياري؟ إجباري، ما عندكش حرية. يعني أنت هتدفع، يعني هتدفع. طب أنا هدفع بس أنا مش عايزة أتعالج عندكم. تفضل ما تتعالجش بس أنت هتدفع. ما هو لو كل واحد، يعني أنا مثلا لو دخلي عالي، لو فرد دخله عالي قوي وقال لا يا جماعة أنا هدفع بس أنا لما أحب أتعالج هتعالج بره براحتك، لا هو لازم يتكافل طبعا. لا إزاي؟ فالقادر وغير القادر، الغير القادر الدولة بتدفع له، القادر بكل مستوياته من أول المستوى المتوسط لغاية أو أقل من المتوسط لغاية يعني أكثر إنسان دخل زيادة في الدخل، كل الناس دي هتدفع، وهيدفع بشكل زي أي نظام في العالم، في أمريكا، في إنجلترا، في ألمانيا، في فرنسا، النظم الصحية قايمة على كده. طب بالنسبة للناس الأعمال الحرة فندم، يعني بقى حد ما بيشتغلش على مدى، يعني ملوش مرتب ثابت، كل الناس دي ودي ناس كتير. أيوة، في برضو من ضمن الاستهداف غير القادرين إن أنت لو أنت فجأة بقالك مثلا 6 شهور ما بتشتغلش، ما فيش وظيفة، توقفت عن العمل، بتسجل ان ده حصل والدولة بتكفلك في الفترة دي، بس بتكفلك بشروط معينة. فاحنا بنراعي الشكل الاجتماعي او البعد الاجتماعي في الاشتراكات والمساهمات والبعد الانساني، فعلشان كده احنا ماشيين بلجنة استهداف غير القادرين. دي لجنة دائمة وفي قسم للشكاوي في المنظومة، يعني انت ممكن تقول يا جماعة انتوا بتخصموا مني، ده انا دخلي فلكتويتد، النهاردة عالي بكرة، كل ده مرصود وهيئة شيء هايل كامل من اول ما بدأ الشمول المالي لما كانت كل حاجة بقى في قدرة لهيئة التأمين الصحي الشامل على رصد دخل المواطنين وتعريف دخل المواطنين، وفعلا التأكد ان ده بقى غير قادر لانه بيمر بمرحلة ان هو مثلا بقى فيه بطاله او ما بقاش بيشتغل في فتره معينه، كل ده ما يعني محطوط حسابه وكل ده الدوله عامله حسابه في المنظومه. وحضرتك كنت خصتينا قبل كده بخبر ان احنا بنتكلم على 3-4 محافظات ايضا، يعني يمكن قبل وقتهم هنقدر في 2020 يبتدي يدخل فيهم نفس النظام. احنا من 1/10 بدأنا في 5 محافظات غير بورسعيد، السويس والإسماعيلية وجنوب سيناء والأقصر وأسوان. بدأنا واشتغلنا من كل المحاور بقى، من أول النهاردة احنا سجلنا 1.3 مليون فرد في محافظات المرحلة الأولى. بدأنا تطوير البنية التحتية وتدريب القوى البشرية واعتماد بعض المنشآت. دلوقتي في بعض المنشآت في جنوب سيناء والأقصر بدأت مرحلة الاعتماد أو التسجيل في هيئة الرقابة والاعتماد. بنشتغل وقلنا وخطتنا إن شاء الله مارس 2020، يعني خلال أشهر قليلة هيبقى التشغيل التجريبي لمحافظتي الأقصر وجنوب سيناء. نهاية 2020 أو في النص الثاني من 2020 هنسلم محافظة بالتتابع يعني، وحنكون في نص 2020 بدأنا نأهل محافظات تانية. العجلة خلاص بدأت، النظام ده الحل
الوحيد النهائي يعني، حل العالم كله عايش بيه خلاص يعني. كان 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 الناس كانت بتتعذب قبل كده ودلوقتي ناس، ما اصل الموضوع مش موضوع انك تعمل منشآت، كميه المنشآت برضو يعني. انا هقول لك في بورسعيد كان في 45 وحده، صورنا بالمعايير الدوليه 35، والمعايير الدوليه قالت لك لما تيجي تشغل شغل بالتدريج. بدانا ب 20، النهارده بقينا 28، اعتقد ان احنا مش ممكن هنزود على 30. حتى التخطيط الانشائي احنا كان عندنا يعني زي ما قلت في العرض كان 112، في 112 وحده في الاقصر بالمعايير العلميه انت مش عايز، انت مش عايز اكتر من 49. احنا كنا، هل كميه المباني اللي بنيناها دي تساوي خدمه؟ لا، طالما ما فيش منظومه يبقى ما فيش خدمه. هو طبعا الخدمه طبعا مهمه، هي مش قضيه مباني بس.